أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم
لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَمَا ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا فَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adli Rifahi, umur 17 tahun, asal Serang, Banten. Dan saya termasuk dari bagian angkatan ke-8 dari Ma'had Quran Robani. Motivasi saya untuk menghafal Al-Quran adalah untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua dan juga kepada seluruh manusia yang di dunia, karena dengan menghafal Quran kita bisa melangitkan derajat manusia dan Allah akan memberikan rahmat yang terbaik. Dan khususnya untuk kedua orang tua, saya ingin memberikan kepada mereka berdua sebuah mahkota ketika di surga. Dan alasan saya untuk memilih menghafal Al-Quran di Ma'had Quran Robani ini adalah lingkungan yang baik dan hawa atau udara yang mendukung, karena di sini di Kota Bandung ini juga kota yang termasuk mempunyai udara yang bagus. Dan karena itu saya dan orang tua saya memasukkan saya untuk di Ma'had Quran Robani. Dan untuk kalian yang ingin menghafal Al-Quran dan mendapatkan lingkungan yang positif juga baik, maka rekomendasi saya dan saya menganjurkan kepada teman-teman kalian untuk masuk ke Ma'had Quran Robani ini. Dan itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.